بكم من القاهرة والناس ونشرة إخبارية جديدة. إليكم أبرز العناوين. رئيس النواب يزور الحيس. النقد: مرسي أراد امتلاك الوثائق القومية. المصريون وخطر الكاش في جنوب إفريقيا. وملكة جمال الأرض فلبينية. وإليكم تفاصيل النشرة. زيارة للبطل، حيث زار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب فور وصوله مطار القاهرة عائدا من الولايات المتحدة. زار النقيب محمد الحيس بمستشفى الجلاء العسكري واطمأن على حالته الصحية بصحبة المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، مشيدا بالدقة والكفاءة العالية للقوات المسلحة الباسلة وقوات الشرطة الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة التاريخية في تنفيذ عملية بطولية ناجحة أسفرت عن تحرير الحيس وأعادته لأهله ووطنه سالما. أودعت محكمة النقد حيثيات حكمها بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر المتهم فيها المعزول محمد مرسي. وقالت المحكمة في حيثياتها إن المتهم الأول وقت أن كان يتولى رئاسة الجمهورية تسلم وثائق هامة تتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها، وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة مع علمه بأهمية تلك المستندات. وأضافت المحكمة في حيثياتها إنه إزاء ثورة الشعب ضده قام بتسليم المستندات إلى المتهم الثالث الذي كان يعمل سكرتيرا بمؤسسة الرئاسة، فقام بجمعها بحقيبة وحفظها بعيدا بمسكنه. نجوم الأعلام الدولية في شرم الشيخ. فقد نشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على موقع فيسبوك إنفوغرافيك لعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة المشاركة في الحدث المرتقب والذي يمثل نقلة كبيرة لمصر فيما يتعلق بالاستثمار في الشباب وقدرات البشر على التعايش والتحاور لإحلال السلام العالمية وأيضا مواجهة التطرف والأفكار الهدمة. كان عدد من أعضاء البرلمان المصري قد أشادوا بتنظيم المنتدى العالمي مؤكدين أنه يمثل منصة رائعة للشباب لاكتساب الخبرات والاستماع لوجهات النظر المتعددة من مختلف بلاد العالم. ومصر لا تنسى أبنائها. فقد صرح السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج أن القطاع القنصلي بالوزارة سوف يستقبل أهل المواطن محمد أحمد نوار، وفي حالة التثبت من صحة الأنباء الخاصة بالعثور على جثمانه بجنوب إفريقيا فإن الوزارة سوف تقدم لأسرته المساعدة اللازمة، مطالبا جميع المواطنين المصريين المقيمين في دولة جنوب إفريقيا بمراعاة أقصى درجات الحذر وعدم حمل كميات كبيرة من الأموال السائلة مما قد يعرض حياتهم للخطر. الرحمة أولا. فقد أطلقت السلطات الأمريكية سراح مهاجرة غير شرعية تبلغ من العمر 10 سنوات، وذلك بعد الكشف عليها والتأكد من إصابتها بشلل دماغي، حيث كانت محتجزة منذ 25 أكتوبر الماضي. وقال المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية في ولاية تكساس إنه رفع دعوى قضائية لإطلاق سراحها منذ يومين. وكانت قضية الطفلة أثارت احتجاج عدد من أعضاء الكونغرس والأطباء والمحامين الذين حثوا الحكومة على الإفراج عنها، فيما دعا السيناتور ديان فينشتاين لجنة القضاء في مجلس الشيوخ إلى عقد جلسة استماع لبحث الأزمة. الجمال الأسيوي يكسب. فقد تمكنت الفلبين من اقتناص لقب ملكة جمال الأرض للعام الحالي ليتم تتويجها باللقب من بين 87 دولة من مختلف أنحاء العالم في حفل كبير أقيم بالبلاد، فيما حصلت 3 دول على ألقاب شرفية أخرى وهي أستراليا وروسيا وكولومبيا. وأحيا حفل تتويج نجم هوليوود ستيفن سيغال، جدير بالذكر أن مسابقة ملكة جمال الأرض هي 3rd مسابقة عالمية في تاريخ مسابقات الجمال، وذلك بعد مسابقة ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون. نهاية النشرة، إلى اللقاء.